السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة الصيانة فن وإبداع. الفيديو بتاعنا النهاردة صغير جدا، إنما الفايدة فيه الفايدة منه كبيرة. إزاي نقيس الكوندكتور بطريقة احترافية ونطمن عليه وإحنا بنركبه في أي دايرة، إذا كانت دايرة كبيرة أو دايرة صغيرة. أولا مبدئيا الكوندكتور فيه جزئيتين في القياس، الجزء الثابت وبيكون فيه الكويل، والجزء المتحرك وبيكون فيه نقاط التلامس. فاحنا لازم نقيس الجزء الثابت الاول اللي هو الكويل، وبعد كده نقيس الجزء المتحرك. بيكون معنا افوميتر زي كده وبنجيبه على الام، ولازم نختبر الام نفسه، يعني نختبر الافوميتر نفسه سليم ولا لا بسماع صوت الصفاره، لان احيانا بيكون في مشكله في الكابلات وكده، وانت هنا شغال وهو في مشكله هو نفسه. بتروح على الكوندكتور بقى ارقام عالميه A1 وA2، اي كوندكتور يقابلك تدور على A1 وA2، دول اطراف الكويل، وتقيس ما بينهم، يظهر لك رقم زي كده. انا عندي انواع متشكله، انواع مختلفه، A1 وA2 فين، تدوس عليهم تقرا عليهم يظهر لك الرقم ده. اوكي، الرقم ده كويس عشان المقاومه تكون عاليه. طيب باقي جزء معايا كده، قست الكويل سليم، هل يصلح ان انا اضغط كده واقيس الطرفين؟ يصلح وهيقرا معايا، بس ممكن يكون في مشكله بعد كده ويحرق لك الموتور او المعده اللي انت شغال عليها وانت مش واخد بالك، لان احيانا انت بتكون ضغطتك شديده ونقاط التلامس موصله كويس. فانت افضل حاجه انك تركبه طبيعي، تركب عليه الكهرباء بتاعته. طبعا الكهرباء بتاعته مش كلها زي بعضيها، في كويل بيشتغل على 220، في كويل بيشتغل على 110، في كويل بيشتغل على 48، في كويل على 24، في كويل على 12. فانت بتقرا الاول الكهرباء اللي بيشتغل عليها الكويل قبل ما توصل الكويل. اقرا الكهرباء دي فين، تقراها هنا، دي البيانات بتاعته. احيانا بتكون في المكان ده، معظم الاجهزه بتكون في المكان ده، الكويل هنا، الكويل ده 220، وبتروح تلمس تشغل توصل الكهرباء بتاعته. طبعا الجزء المتحرك اشتغل معاك كويس، تفضل ثابت زي كده، وتروح للافوميتر تاني مره وتقيس ما بين الاطراف، الافوميتر نفسه تختبره الاول، وتروح بقى على 1 و2 وتقرا ما بينهم. تمام، 3 و4 زي الفل، 5 و6 مية مية. تروح على نقطة 13 و14 حلاوة. تروح بقى على النورمال كلوز، النقطة المقفولة، النقطة العكسية اللي مع الكوندكتور، المفروض تروح عليها كده وهي شغالة، وتلاقيها ما بتقراش. زي ما انت كده تقوم رافع الكهرباء تقرا معاه، تختبرها تاني مرة كده، انت 100%. لا مؤاخذة كده مش ظاهر معايا اهو، النقطة دي مهمة جدا، لأن معظم الأجهزة لو النقطة دي أنت مدخلها معاك في الدايرة، إيه فايدتها؟ بتكون مثلا بتشغل موتور اتجاهين أو بتشغل موتورين، فبتضطر عشان ده يفصل وده يشتغل فتستخدم النقطة العكسية في العملية دي. فالنقطة العكسية مهمة جدا، إنها ما تدخلكش جهازين في وقت واحد، هو هنا في النقطة العكسية بيضمن إن جهاز خارج وجهاز داخل. فمهم جدا قياس كل الأطراف اللي على الكوندكتور في حين استخدامها. الفيديو بتاعنا كده انتهى، أتمنى منكم لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.